العالم، فرنسا كاس العالم، شوف الروح، شوف الرياضة. المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أو كما يطلق عليه المشجعين حول العالم بالديوك، مهمة الحفاظ على اللقب العالمي الذي توجت به قبل 4 سنوات في روسيا. حكاية المنتخب الفرنسي: سجل الديوك حضورهم في نهائيات كأس العالم في 15 دورة نهائية، وأحرزوا اللقب العالمي في مناسبتين أعوام 98 و2018. سيكون المنتخب الفرنسي معززاً بألمع نجومه في كأس العالم 2022، ممن يقودون في الوقت الحالي أكبر النوادي في أوروبا لتحقيق نتائج باهرة على غرار القائد كريم بنزيما وكليان مبابي. يشرف على منتخب فرنسا ديدي تشامب، الذي سيكون مطالباً في البداية بكسر اللعنة التي تكررت في آخر 4 نسخ من البطولة بخروج حامل اللقب من دور المجموعات، ومن ثم المضي إلى أبعد مدى ممكن في البطولة. المنتخب الفرنسي يخشى تكرار ما حدث معه في كأس الأمم الأوروبية الماضية عندما خرج من دور 16، لكن الترشيحات والتوقعات تضع الديوك على قائمة المرشحين من أجل نيل كأس العالم بقطر 2022.